الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تقول إن قرار الإغلاق العام غير وارد حتى الآن، لكنه في حال أصبح الوضع الصحي أشد خطورة ومن الصعب السيطرة عليه سنعود مجددا للإغلاق. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن حالة من التوتر الشديد تسود سجون الاحتلال الإسرائيلي عقب إجراء تغييرات واسعة على نظام الفورة تقضي بتقليص المدة التي يقضونها فيها وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين توضح أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد غاية في الصعوبة وتستدعي الرعاية الطبية الحثيثة. كتلة الصدر بالعراق تعلن مقاطعتها جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر. تويتر تطور ميزة جديدة تسمى تويتر أرتيكلز، ستسمح للمشتركين بنشر رسائل أطول تفوق 280 حرفاً خلافاً للتقييد الموجود حالياً بالتغريدات. نهاية الموجز، في أمان الله.